15.2 سونس فيزيك. المدرسه ديما كتهتم بينا، كانوا كيجيبوا لنا دي بروف كيبريباريو معانا. بعد المرات كنا كنخدموا بيناتنا حنايا بلا بروف، كنا كنخدموا كنعاونوا بعضياتنا دي زانفورماسيون. وفاش قرب لو ناسيونال تزادت ديك الخدمه، بدينا كنخدموا ديما كنخدموا على لي زيكزامبل ديال لي زيكزام لي دازو لي زاني اللي قبل. كنت صراحه متوقعه قل، حيت فاش دوزنا لو ناسيونال كان لو فيزيك والمات شويه صعاب، دونك ما كنتش متوقعه هاد النقطه. حسفت بلي عندنا بزاف ديال لي شوا وخصنا نوجدو لهم قبل، وبلي حتى لي زيكول بريفي نقدروا ناخذوهم زعما كوم بروميير شوا. وانا كنفكر ندير الكوميرس بيزنس سي سا. بغيت نقرا برا المغرب ولكن مازال كنفكر، حيت راه سي اون ريسبونسابيليتي. جبت 14.5 سيونس فيزيك. بريباراسيون بيان سور بدات من بدايه العام، ولكن قبل ما ندوزو كنا زدنا شويه مع لي بروف مع لي كوليك ديالنا داكشي، دونك كانوا اجواء زوينين وحنا كنبريباريو الحمد لله. فاش كيقرب الامتحان داكشي ستريس كيجيك ضروري. الصراحه باقي زعما جي با بريسي شي حاجه بغيت نقراها، ولكن على حسب ما قالوا بلي راه كاينين دي شوا كثار، يعني نقدر نختار شي حاجه ونسبق نتقبلوا في لي زيكول ان شاء الله. حنا جد سعداء بهذه النتيجه ديال تحقيق نسبه 100% منذ تاسيس مجموعه جون جوريس، وكنحققوا 100% ديال 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 النجاح. وهذا العام كانوا نقاط نوعيه الحمد لله، عندنا 18.75 وعندنا 99% من هاد البروموسيون جابت ميزه مونسيون. هاد الشيء كيشرف المؤسسه، وهذه ثمره ديال المجهود ديال الاساتذه والطاقم الاداري والتربوي ديال مجموعه مدارس جون جوريس، اللي السنه طيله السنه وهما كيقدموا للتلاميذ بجد ومثابره وكي يواكبوا معاهم طيله المسار الدراسي. المؤسسه جون جوريس بعد النتائج كان اليوم لقاء ديال لورينتاسيون، لاننا كنعتبروا ان المسؤوليه ديالنا ما كتنتهيش باعلان ديال النتائج ديال الباكالوريا، خصنا نواكبوا التلاميذ ديالنا من وراء الباكالوريا. كانت حصه حضرنا فيها خبراء في التوجيه ومجموعه ديال مدارس ديال التعليم العالي باش نوجهوا الوليدات، لان مرحله من بعد الباكالوريا التوجيه من بعد الباكالوريا هو مرحله مهمه في حياه وفي المستقبل ديال الطالب. كنقول للطلبه مسيره موفقه في التعليم العالي، وان شاء الله نشوفهم اطر وكفاءات ديال المغرب الغد. وبالنسبه للتلاميذ اللي عندهم السنه المقبله الباكالوريا، كنطالبهم بالجد والمثابره باش نبقاو الحمد لله في نفس المستوى واكثر.